السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا معايا هعمل قرصة، أنا هعمل قرصة أهو وهوريكوا طريقتها ازاي. ماشي حبايبي وراجع لكم. معايا كيلو دقيق أهو، هنخله ومعاكم. انا اهو بصوا معايا ايه، ادي بسم الله الرحمن الرحيم، ادي جوز هند، كيلو دقيق وجوز هند، وادي السمسم. بصوا، وادي ايه، وادي ايه الكركم، ادي الكركم اهو. نقلب بسم الله كده اهو، كده اهو، دي طريقة القرصة الصفر. بسم الله كده اهو، دي طريقة القرصة ايه الصفر. ادي ايه، احط ايه، اعملها ايه بالعسل، عسل. شايفين نعمل ايه؟ ادي بصوا، بالزيت كمان، عسل وزيت. ادي اهو بصوا، بالعسل وبالزيت. في ناس تحط سكر وفي ناس تحط عسل، يعني انا بحبها بالعسل. هي بالعسل بتديها طعم حلو قوي. انا معاك اهو، بصوا الصينيه اهي دهنتها زيت. بسم الله، نسمي بسم الله كده. صل على النبي، عجينتها حلوة، دي عجينة القرصة الصفرة. بسم الله ما شاء الله. ادي ايه، اقطعها كده بالسكينه. Thank you.
طريقه القرصه الصفر. بصوا ودي القرصه بتاعتنا اهي، رجعت لكم اهي القرصه خلصت اهي، شايفين يا حبايبي؟ ادي القرصه اهي بتاعتنا خلصت. بسم الله الرحمن الرحيم. ناعمة وجميلة، بسم الله ما شاء الله، حلوة قوي. بسم الله ما شاء الله، جميلة قوي. بالصلاة على النبي، جميلة جميلة، ايه رأيكم بقى؟ انا عايزاكم بقى تعملوا تشتركوا معايا وتعملوا لايك وشكرا على اللي يشوف الفيديو بتاعي. دي القرصة الصفرة، وشكرا الف شكر على اللي اتفرج على الفيديو بتاعي. شايفين؟ شوفوا جمالها، شفتوا جمالها؟ جميلة اوي اوي اوي، بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا معانا، اتفضلوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.